صايبة تروح معه كمان، بس هو خان الثقة، بس أنا أكيد رح لاقيه. صايبة رانذير، رانذير رجعت صايبة؟ خير شبك صهري، شوفي ماما وين صايبة؟ شو صاير معك يا ابني؟ شوفي يا ابني صايبة، صايبة وينها؟ صايبة راحت معك، شو صاير لك ابني؟ ليش عم تعمل هيك؟ رانذير قلي شوفي شو القصة؟ دلجيت طيب قلي انت منين؟ لوين رايح يا ابني؟ عمي شوف دلجيت راح مع صايبة وأنا رايح دور عليهم. صايبة بعرف وين ممكن لاقي رانذير. أنت ما لازم تروح على محل. ليش؟ يا عمي صايبة ودلجيت. صايبة بخير ومو صاير معها شي أبداً. شو قصدك عمي؟ دلجيت اتصل فيني وطمني وقال لي كمان إنه كل هالمشاكل يلي عم تصير مع صايبة بسبب رانذير وعلاقتها فيه، وقال لي في حل واحد لتكون بخير هو إنه رانذير يتركها. بس يا عمي هو قال لك نص الحقيقة، الدكتور قال لي كتير شغلات. على الأقل هو قال لي، بس أنت ما قلت لي، ولا مين بدي يصدق؟ أنت ولا هو؟ أنا زوجة وما رح خلي شي يأذيها أبدا. أنت زوجة وأنا أبوها كمان. قلي أنت كيف قدرت تعرض حياة بنتي للخطر بهاي المشاكل؟ يعني أنا ما عم بقدر أفهم أبداً، إذا كل هاي المشاكل بتخلص بس تبعدوا عن بعض، ليش ما عم بتبعدوا عن بعض؟ ليش ما بتخلصوا من هالمشاكل؟ عمي الدكتور قال كمان إنه الوحيدة اللي بيقدر يتوقع مشاكل صايبة هو أنا زوجة، وأنا اللي بقدر ساعدها، وبتعرف إني أنقذتها ما هيك؟ بس ما قدرت تنقذها من النار صح؟ لو ما كان دلجيت قريب كانت النار. عمي لو أنا ضليت بعيد عن صايبة شو الضمانة إنه ما عاد يصير له شيء؟ مين قالك ما رح يصير شيء؟ ما في ضمانة. ليك يا ابني أنا بعرف إنه أنت بتحب صايبة كتير ونحنا ما بدنا أكتر من إنه تكونوا بخير. بعدين قلي إذا كان هذا الشيء بيعني إنه تعيشوا بعاد عن بعضكم فوين المشكلة؟ أنا ما عندي مشكلة بعيد عنا عمي، بس أنا مشكلتي إنه تعيش مع واحد غيري. اسمعني صهري، كل كلمة عم يقولها البروفيسور عم تصير معاه بالحرف، وهو اللي قال إنه إذا أنت بعدت بنتي ممكن تضل سالمة. بترجاك تفهمني ابني.